بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئناكم بدرس جديد وهو كتابة الكسور على شكل أعداد عشرية، وجبتكم كل الأمثلة متنوعة في هذا الدرس باش التلميذ ما يقولش باللي درتها لي وما درتش هذه. كل الاقتراحات راهي موجودة في هذا الدرس. بسم الله، عندنا الكرس 27/10، راك تشوف باللي البصرة أكبر من المقام، كذلك البسط أكبر من المقام، كذلك هنا البسط أكبر من المقام. هنا تتكمل الاحتمال الثاني، المقام أصغر من أو البسط أصغر من المقام. إذن هذه الكسور نريد أن نكتبها على شكل أعداد عشرية. لاحظ معي، نبدأ بالكسر الأول. عندي 27/10، باش تكتب هذا الكسر عزيزي التلميذ على شكل عدد عشري، هذاك البسط اللي راه الفوق عاود كتبه كما راني كاتب أنايا 27/10، اكتب 27 تاعك اللي راهي الفوق اكتبها. الآن شا ندير؟ باغي نردوه عدد عشري. شو العدد العشري؟ العدد العشري هو اللي فيه الفاصلة. إذن لاحظ لتحت العشرة شحال عندها من صفر؟ عندها صفر واحد. إذن نعدو رقم واحد ونديرو الفاصلة هكذا، نعد رقم واحد وندير الفاصلة، نعد من اليمينة من عند السبعة، سبعة رقم واحد، أي ندير الفاصلة تاعي. ننتقل إلى التمرين الثاني باش تزيد تفهم أكثر. عندي 835/10، قال لي الأستاذ اكتب هذا الكسر على شكل عدد عشري. نكتب هذه 835 هكذا. الآن نعد الأصفار اللي راهي تحت. عندي صفر واحد، إذا نعد خمسة رقم واحد وندير الفاصلة. دائما نعد على اليمين، إذا تولي 83.5. الآن ننتقل إلى التمرين أو المثال الموالي، 416/100. نكتب 416 تاعي اللي راهي فوق في البسط، نعود نكتبها لتحت ونعد الأصفار. شحال عندي من صفر لتحت؟ عندي زوج، إذا نعد ستة واحد، والرقم واحد ثاني كذلك اثنين، إذا وندير الفاصلة هنا. نعد رقمين وندير الفاصلة، علاه رقمين؟ لاخاطش عندي صفرين راهم من تحت، نعد صفرين، عندي صفرين، نعد رقمين هكذا. لاحظ المثال الموالي، 2016/1000. نكتب 2016 تاعي اللي راهي فوق في البسط. الآن نعد الأصفار اللي راهي لتحت، واحد اثنان ثلاثة، نعد من عند الستة، واحد اثنان ثلاثة أرقام ونحط الفاصلة تاعي هكذا، 2.016. هنا يا عزيز التلميذ حز دير غلطة وتقول هذاك الصفر زيادة وتكتب 2.16، خطأ. 2.016 هذاك الصفر عنده أهمية كبيرة، حذاري تحذفه، ولا تحسب كما تقرأ العدد الطبيعي 16 وندير لها صفر تقول نحذف الصفر. لا، في الفاصلة ما تحذفش الأصفار إلا إذا كانت على اليمين أو على اليسار، تستطيع الاستغناء عنها، بصح مين تكون الأصفار في الوسط ما تقدرش تقلعها. 2.016. الآن ننتقل إلى مثال ما يشبهش الأمثلة اللي فاتت. عندي 43.100، يعني البسط راه صغير على المقام. نكتب هذيك 43 تاعي، هاني كتبتها. الآن نعد الأصفار، واحد اثنان. الآن من نعد الأعداد نعد ثلاثة والربعة، ها رقمين، ندير الفاصلة تاعي هنا. الآن التلميذ الفاصلة تخليها واحدة هكا ما يطيقش، ما تقولش خلوها واحدة، إذن نغطوها بهذا الصفر، تولي 0.43. هذا هو أو هذه هي الكتابة العشرية لهذا الكسر. نعطيك بعض الأمثلة عزيز التلميذ. هذه الكسور اللي راك تشوف فيها مكتوبة بالأصفر، هذه اسمها كسور عشرية. كسور عشرية علاه؟ الكسر اللي تسيب المقام تاعو 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 10000 ولا 100000 وطلع، كلها كسور عشرية، نسميها كسور عشرية. الآن ننتقل إلى المثال الموالي، 98/1000. نكتب 98 تاعي بهذا الشكل. الآن عندي ثلاث أصفار راهي لتحت، نعد أنا 98 فيها غير رقمين، واحد زوج، وأنا يخصني لك ثلاثة. شا ندير؟ نجيب صفر من عندي نحطها هنا هكذا. شحال يولو دروك؟ ثلاثة، ثمانية، واحد، وتسعة، زوج، والصفر ثلاثة. الآن ندير الفاصلة،
والفاصله ما خليهاش وحده، نغطيها بالصفر هذا تولي 0.098. الى عندي هنا عندي الالف فيه 3 اصفار، الى نصيب 3 ارقام بعد الفاصله هكذا 0.098. الان عندي المثال 2 على 10، 2 على 10 نكتب الاثنان اللي راهي الفوق هكذا. الان عندي 0 1، نعد اثنان، ها اثنان رقم واحد، وش ندير؟ نحط الفاصلة هنا خاطر عندي رقم واحد بعد الفاصلة، ونزيد الصفر، نغطيها بالصفر، دائما نغطي بالصفر 0.2. اذا هذه هي الكتابة الصحيحة او العشرية لهذا الكسر العشري. الان عندي 7 على 100، نكتب السبعة تاعي. شحال عندي من الصفر؟ عندي 2، الى نعد رقمين عندي 7 رقم واحد، والرقم الثاني مين نجيبه؟ يعني نزيده من عندي وندير 0 هكذا. ها الان عندي رقمين، نحط الفاصله ونغطيها بالصفر، دائما الفاصله تخليهاش وحدها، غطيها بالصفر. اذا 0.07، الى رقمين بعد الفاصله عندي 100، الى نسيب رقمين بعد الفاصله. الان عندي 5 على 1000، نكتب الخمسه تاعي هكذا، ونعندي عندي 3 اصفار، صافي 3 ارقام بعد الفاصله، ونعندي غير رقم واحد. اذا نعد، ندير 0 وحده اخر من عندي، ونزيد 0 وحده اخر. الان سبقوا 3 ارقام، ندير الفاصله ونغطيها بالصفر دائما هكذا 0.025. اذا هذه هي الكتابه العشريه للكسور. تبلي والله اعلم، من ظن راك فهمت عزيزي التلميذ مليح، ولهذا من هكا وجاي اذا وقع لك اشكال في الاخر عاود الفيديو، عاود الفيديو مرات ومرات حتى تتمكن من فهم الدرس جيدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.